السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم برياض كيا أوبتيما، وينطبق على أغلب السيارات. لا شغل، دخل في موية عميقة للأسف وطفت السيارة. أحسن ما سوى الإجراء إنه ما شغل مرة ثانية ولبقها على جنب. الآن لما جينا نشيك، طبعا هو رجل سحب الفلتر، فلتر ما شاء الله مبلل من أمس إلى الآن موية. أيضا نشوف المجرى هنا، شوف الموية كيف، فالموية دخلت على المحرك. الآن قبل أن نشغل راح نفك ال، طبعا هذا أي إجراء، أي شخص يدخل في موية سيل مستنقعات حق أمطار تطفي على سيارة وهي ماشية، أو فرض أنه يشوف الموية تتعدى الشبك الأمامي حق السيارة أيا كان نوع السيارة، المفروض ما يغامر فيها. ليش؟ لأنه نشوف هنا المخرج حق الهواء الخارجي حق الهواء القربة اللي راح المحرك. أول ما يدخل الموية راح يدخل عن طريق الفلتر، ومن الفلتر راح يدخل على البوابة، ومن البوابة راح يدخل على السرندلات. كل شيء قابل للانضغاط إلا السوائل. فلو شغل، راح يضغط البلوف أو البستم مع البلوف ويسوي تكسير أو يسوي انعفاط في العمود أو العمود السرندلات، فراح يسوي مشاكل ونهايتها توضيب ومشاكل كثيرة. لكن أفضل إجراء إذا غامرت ودخلت وطفيت عليك السيارة، طفي، فك البواجي، شغل وطير الموية اللي في البواجي، وبعدها إن شاء الله تزين الأمور. بعدها راح نشيك على زيت المحرك، على زيت الجير، إذا كل شيء سليم يستمر، إذا كان في شكوك يغير زيت المحرك وزيت الجير، وإن شاء الله الأمور في السليم. الآن راح نفتح الهواء اللي هنا أو القرب اللي هنا أو الديكور اللي هنا، وراح نفتح البواجي ونشغل بدون ما يكون فيها شيء. شكرا بالله. طبعا عيرنا الزيت ولقينا فيها نسبة بسيطة من الزيت أو من الموية، فما هي كاملة ولكن شيء بسيط دخل ممكن مع مجرى العيار حق الزيت. طبعا دقي بالله، طبعا طلعنا البواجي، شوفوا الصد اللي فيه عشان الموية اللي جوة المحرك. الآن راح نشغل بدون الكويلات وبدون البواجي. شغل، ما في كهرباء. دقيقة، لاحظ الموية في البوابة في الثلاجة. طبعا هذا عن طريق القربة، عن طريق البوابة، عن طريق الثلاجة. الآن جينا دقينا سلف، عايز دق سلف المحرك. أنا حركته عن طريق البكرة، يتحرك معي طبيعي، فاحتمال عندنا مشكلة في السلف من الموية، ممكن ضرب الدقمة. فراح نفك الثلاجة، نحاول نفك الثلاجة ونشوف إيش المشكلة. طبعا فكينا البواجي، فكينا الثلاجة. طبعا قبل الثلاجة عشان نشغل ما اشتغلت، لأنه كانت زي التصليب أو زي المحرك قافل، فعشان ما نضرب المحرك أو ما نطفي في الشيء الكبير فصلت السيور. قلت يمكن أحد البكرات قافلة، لأن البكرة لو تقفل بتكون فيها الدقة ضعيفة أو تقفل أحيانا كأنه في شيء مصلب. فكينا السير ونفس الحكاية، فكينا الثلاجة عشان نتأكد إنه ما في مشكلة، كمان نفس الحكاية. آخر شيء للأسف إنه ما دق معنا، ففكينا السلف، قلنا نتأكد يمكن السلف يكون مجيم أو قافل فما يعطي حركة للمحرك، ففكينا السلف فأشتغل معنا طبيعي، المشكلة من داخل المحرك. جيت أدق السلف بالله، لاحظ معي دقة السلف هنا، دق بالدقيقة، دقيقة، لاحظ السلف هنا كيف يتحرك، دق. كذا عندنا السلف طبيعي يتحرك ولا في اي مشاكل، مشكلة من داخل المحرك. للاسف يحتاج الى فك المحرك ويحتاج الى مراجعة. ممكن احتمال هو الرجال على كلامه انه ما شغل السيارة، بس ممكن لما صار في تفتفة او ضعف ممكن سوى نتش او يعني كبس في البنزين عشان يحاول انها ما تطفي، الله اعلم. على العموم الان ما في شيء يخص خارجيا مشكلة من داخل المحرك. اول شيء يبدا فك الراس ويتاكدون من البلوف، إذا كل شيء سليم معناته في مشكلة داخل السرندلات. يعني احنا نقول دائما إذا دخلت موية وطفيت خلاص ما تحاول تشغل، هو رجال يقول ما حاول شغل، بس إلى الآن العلامات كلها الآن تدور 90%، إذا ما كان 100%
المشكلة داخل المحرك، الموية اللي تنزل من داخل الثلاجة، هذه بس داخل الثلاجة، فما بالك اللي داخل المحرك هو سوى انضغاط مع تشغيل البسم والبلوف. الله يعوض صاحبه خير ان شاء الله. الان راح نفك الراس ونتاكد ما اذا كان الراس سليم، راح نتاكد من السرندلات. اذا احتاج توظيف فانا اشوف انه التشريح افضل من التوظيف، لان التوظيف مكلف. اشوف خلط الزيت مع المويه، مويه مع زيت، عشان كذا المحرك جاء مصلب او مجيب. لف لف يسار، لف يسار، لف هناك هناك هناك، اي روح. مويه مع تراب، مره مويه. اول الحين لما عيرنا من البدايه مبدئيا كان الزيت اللي فوق صافي، الحين لما حملنا سطحه ونكب الزيت تحت الارضيه شوف كيف طلع الان، طلع تراب وانتم الكرامه مع مويه. طبعا بعد التشخيص شو ما قصروا هشام والفريق اللي معه، اتضح انه الكسر، لاحظوا الكسر في السرندل رقم واحد، البستم تلقاه قفل، وتوقع انه الرجال ممكن حاول يشد على أساس أنه ما تطفى، فالضغط الموية مع البلوف مع البساتم صار سبب كسر أو التواء في العمود، سبب كسر في العمود. عشان كذا لما وقفناها في السطح ومينناها طلع الزيت من أسفل، كان نفكر أنه في مشكلة في الكرتير، لكن اتضح أنه أساسا الماكينة مصلبة. أنا لما حركت عمود الكرنك كان ما في حركة، فقط شوية كذا ويدقر، اتضح شوف السرندل أو العمود السرندل طلع من جنب المحرك. فهذه الحالة أقول لك المحرك ما يتصلح، لازم تغير ماكينة كاملة أو تشليح، لأنه حتى في التوظيف هذا لازم يجي الجرم بالكامل.